بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع بإنجلترا. حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران من أن الوقت بدأ ينفد للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى الكبرى عام 2015. بيربوك وفي مؤتمر صحفي في مدينة ليفربول قالت إن المفاوضات مع إيران خلال الفترة الماضية لم تحرز أي تقدم، وذلك بسبب العرض الذي قدمته طهران، محذرة في الوقت نفسه من نفاد الوقت للعودة إلى الاتفاق السابق. كما اعتبرت الوزيرة الألمانية أن إيران أعادت المحادثات 6 أشهر إلى الوراء بسبب ذلك العرض الذي لا يتماشى مع سير المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، ويخالف ما تم الاتفاق عليه سابقا على حد قولها. وفي السياق أوضح مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن إيران باتت قريبة من العتبة النووية، داعيا إلى الاستعداد للخيار العسكري ضدها. المسؤول الأمني الذي لم يكشف عن اسمه وفي تصريح لوكالة البث الإسرائيلي أوضح أن الإيرانيين لن يتعجلوا في عبور العتبة النووية لأنهم يدركون خطورة ذلك، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الموضوع باستمرار لا سيما مسألة تخصيب اليورانيوم. هذا ومن المتوقع أن يصدر في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إنجلترا بيان مشترك يدعو إيران إلى اغتنام فرصة محادثات فيينا والتي استؤنفت الخميس للوصول إلى تفاهمات مع الدول الكبرى للعودة إلى الاتفاق النووي.